القرارات السياسية النقدية والسياسية الاقتصادية لها تأثيرات كبيرة على الأسواق المالية. فعلى سبيل المثال، يمتلك البنك المركزي سلطة تحديد معدلات الفائدة وكميات السيولة المتاحة في الاقتصاد، وهذا التحكم يؤثر بشكل مباشر على قرارات المستثمرين وعلى أداء الأسواق المالية. بالإضافة إلى ذلك، السياسات الاقتصادية الحكومية قد تلعب دوراً هاماً أيضاً. فعلى سبيل المثال، إذا قررت الحكومة زيادة الإنفاق العام، فسيزاد الطلب على السلع والخدمات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم في الشركات المعنية بهذا القرار. لذا يجب على المستثمرين مراقبة الأخبار الاقتصادية والسياسية وتحليل تأثيراتها على الأسواق المالية دون إغفال العوامل الأخرى التي قد تؤثر سلباً وإيجاباً على استثمارك، كتوجهات الأسواق والتكنولوجيا المستجدة. تابع معنا مزيداً من النصائح.